تنبض بصدري بدل قلبي الهموم تسري بعروقي لواهي السموم تنبض بصدري بدل قلبي الهموم تسري بعروقي لواهي تتكتم في داخلي صرخة ألم ضاع دربي والأمل أصبح أهم تتكتم في داخلي صرخة ألم ضاع دربي والأمل أصبح أهم ضيعوني ولا أنا تهت الطريق ودروني لا صديق ولا رفيق ضيعوني ولا أنا تهت الطريق ودروني لا صديق ولا رفيق ودروني أصرخ من اللي أنا بليل الجنون أنا بليل الجنون يا براتنا يا روح العطر ردي يا زينب لنا نور الفجر لنا نور الفجر لنا نور الفجر أيوة نبيلة طيب طيب ما تريد تقول شيء؟ مثل إيش؟ المبلغ اللي طلبته منك 200,000 ريال
زيد عليه الحين 50,000، يعني المبلغ بالكامل 250,000 ريال. تجيب لي هالمبلغ ومع بنتي زينب، عندك نص ساعة، لو تأخرت دقيقة ما تلوم إلا نفسك. أنا مستغرب منك يا أحمد، كيف ممكن تصدق الكلام اللي قالته أمل ونشرته بينكم؟ ما في دخان من غير نار. بس الكلام اللي قالته أمل ما صحيح. أنا قلت اللي عندي، ما مستعد أعيد كلامي مرة ثانية. أحسنت يا ولدي يا عادل، أحسنت، بارك الله فيك. انتوا ايش تسووا هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايش تسووا بمزرعتي؟ تكلم يا شيخ. هو يا عمي ناصر، احنا انتوا ايش؟ ليش دخلتوا بمزرعتي بعد ما طلعنا؟ عمي احنا 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 جايين ندور عليك، طالبين مساعدتك. عمي ناصر تدوروا علي وطالبين مساعدتي في ايش؟ تكلم يا شيخ. الأستاذ أمل بتخبرك بكل شيء. بصراحة احنا فاقدين بنت أخوي وجايين عندك نبغى مساعدتك. وهو حد قال لكم ان زينب موجودة عندي في مزرعتي؟ انت ايش دراك ان بنت أخوي اسمها زينب؟ يعني انت شاك ان زينب موجودة هنا؟ جاوبني يا عمي ناصر، انت ايش دراك ان بنت أخوي اسمها زينب؟ وابوها قبل شوي كان معنا في سبلة الجماعة، هو اللي خبرنا بكل السالفة، وانت وهذا اللي اسمه شيخان جايين تدورون عليها هنا وكأني انا سارقنها. لا يا عمي ناصر، لا، السالفة ما كذا، السالفة وما فيها كل السالفة ان نحن فاقدين بنت اخوي زينب وجايين عندك يا عمي ناصر عشان تساعدنا. ارجوك، احنا خايفين عليها، ارجوك تساعدنا. اهلا يا خالي. من متى صار هذا الكلام؟ بلغت الشرطة؟ كان لازم انك تبلغ الشرطة يا خالي، ولا تسكت،
ما كفاية أنا وزوجتي صايرين مجرمين قدامهم؟ الدور الحين جاي عليك أنت بعد. بعدنا أقول لك لازم تبلغ الشرطة، وإذا ما بلغت أنت أنا بنفسي بروح أبلغهم. أنا بوصل البيت وجايينك. مع السلامة. زادت نسبة شكوكي في العم ناصر أكثر. يعني إيش؟ يعني وين بتكون زينب؟ أكيد عنده. أستاذ أمل، إحنا طلعنا من مزرعة العم ناصر بصعوبة، يعني لو كان بلغ علينا الشرطة كنا الحين إحنا في ورطة. شيخان، تقدر تتراجع وتنسحب إذا تريد، وأنا أحلك من الوعد اللي وعدتني إياه بأنك توقف معي وما تتخلى عني. أنا ما قصدي أتخلى عنك، لأني... لأنك إيش؟ لأني حاسس أني ما قادر أتخلى عنك. كيف؟ كيف أقدر أتخلى عنك؟ قولي لي كيف؟ بعدني أقول لك أن زينب عند العم ناصر، إذا ما كانت في مزرعته أكيد في مكان ثاني. السلام عليكم. هلا، ما اقدر اجيكم الحين، بمركم بعدين. قلت لك بمر بعدين، انا الحين برا البيت، وبعدين امر بظروف عائليه صعبه شوي. خلاص بس اخلص مشواري وبجي. طيب دير بالك على نفسك. مع السلامة. شيخة خير، ايش فيك؟ ما فيني شيء، ما فيني شيء. نروح؟ يلا نروح. يا الفضول اللي عندك جالس ياكل لك فواتك، عشان تريد تعرف من اللي متصل فيني قبل شوي. لا عادي، ليش الفضول يجلس ياكل لي فواتك؟ انت حرة. لا تستعجل في الحكم على ظواهر الاشياء، لان اللي في الباطن احمق بكثير من اللي يدور حوالينا. تعتقدي يا امل بيجي يوم واعرف فيه بواطن الامور؟ قصدك تعرف من اللي متصل فيني؟ شيخان، بيجي اليوم اللي بتعرف فيه كل شيء، عشان أريدك تتحمل جزء من اللي أنا أتحمله واللي يتحمله المجتمع كله. المهم إنك ما تستعجل فهم كل شيء الحين. بس أنا ما فهم شيء. شيخان، قلت لك لا تستعجل فهم الأمور الحين، كل شيء راح يتوضح لك بعدين. أنت ما خبرتني متى نروح ندور على زينب في بيت العم ناصر؟ في بيته؟ أيوة في بيته.
الحين بس عرفت ليش تطلب مني كل شوية أجي أشوف البيت يا أحمد. بس ليش محمد؟ ليش أخوك أحمد عارض بيته للبيع؟ ما أعرف يا منيرة، ما أعرف، بس أكيد في سبب قهري يخلي أحمد يبيع البيت. أحمد مقتدر والحمد لله، وما أعتقد أنه في سبب يخليه يبيع بيته بسهولة. أنا لازم أمنع عملية البيع هذه. طيب كيف؟ تعالي معي. إن شاء الله. بعدك ما الحين ترد علي؟ يعني سواها طالب. اسمع محمد، ما يدك تفتح هذا الموضوع لأي حد أبدا، وإذا زوجتك منيرة معاك خبرها لا تخبر حد أبدا، فاهم؟ بعدين بخبرك، بعدين بخبرك، بس أرجوك تكتم على الموضوع الحين، تمام؟ حصلت زينب؟ إن شاء الله بالكثير نص ساعة وزينب تكون موجودة. نص ساعة؟ خلي بالك على نفسك وانت نازل من الجبل، ولا تنسى الدفع الرباعي. تعرفي انا اول مره حد يوصيني على نفسي بهذه الطريقه. من اليوم رايح اتاكد دائما ان في حد يوصيك على نفسك. وانت بعد ديري بالك على نفسك، وتذكري دائما اني انا معاكي وابدا معاكي. شيخان. نعم. لين الحين ما جاوبتني، من وين جبت رقمي؟ المره الجايه ان شاء الله بجاوبك. طيب يلا مع السلامة. بروح. عيسى انت الظاهر انك ما جاي تفهم بالطيب، لكن انا اعرف كيف افهمك. يدك هذه لو مديتها مرة ثانية بكسر لك اياها، انت فاهم؟ انا قبلت استقالتك. وانا قبلت اني استقيل. امل. نعم. ذكريني بعدين بالسؤال اللي سألتيني اياه علشان أجاوبك عليه. حاضر. ولا تنسى تطمني أول ما تنزل من الجبل يا شيخان. إن شاء الله يا أمل. يلا مع السلامة. مع السلامة. انت بأي حق تدخلي مزرعة خالي وتجلسي تدوري فيها على كيفك؟ انا ما اسمح لك تكلمني بهذه الطريقة، واذا خالك يريد يشتكي فعنده شرطة. هو فعلا بيشتكي، لان اللي سويتيه انت وشيخان جريمة ما اكبر من الجرائم اللي سويتوها انتو. رجع زينب وانا بتوقف عن كل شيء. احمد، أختك هذه مشاكلها زادت عن حدها، كفاية الفضايح اللي تسوي لنا إياها كل يوم.
فضايح؟ واللي انتوا جالسين تسووه ما فضايح؟ اصلا انت بنفسك اكبر فضيحه. ايش تسمي نزولك من الجبل وبشكل يومي تقريبا اذا ما كان الغلط متلبسنك من راسك الى رجولك؟ عيسى بس كفايه. للمره الثانيه اقولها يا احمد، لا تدور بنتك في اي مكان ثاني، بنتك موجوده عند هذا المخلوق. عاد شوف انت ايش اللي بينك وبينه اللي خلاه يختطف بنتك. وينها؟ وينها؟ مش رميته. أسألك عن البنت، عن زينب، وينها؟ نلتقي في النقطة جيم. حاضر سيدي. في توقعات بهطول أمطار، والطفلة للأسف ما لها أي أثر، وأنتوا بعد لازم تروحوا لبيوتكم. لا تخاف علينا، احنا نعرف كيف نتصرف. لعل عسى حصل بنت هنا ولا هناك. هذه للشباب، لما شفتهم يهربوا حسيت لهم علاقة باختفاء زينب، ولأنهم هربوا لما شافونا زاد شكي بأن زينب معاهم. هذولا ما يعرفوا شيء عن زينب يا رقيب جابر. هذولا من قرى اللصوص، سرقوا المشمش وقت موسم المشمش، ورمان وقت موسم رمان، ما لهم شغلة ثانية غير السرقة. خذوهم المركز. يا حنان، العلاقة الزوجية اللي بيننا صار لها 8 سنوات، أرجوك لا تخلي لحظة غضب تهدمها. كل شيء ممكن يتصلح، هذا إذا كان في خطأ من أساسه. الخطأ شرارة صغيرة، وإذا تركناها بتصير حريق، والحريق ما يميز بين الغالي والرخيص. بس ما أنا السبب في إشعال هذه الشرارة، أنا ما أعرف عنها شيء، وأنت بعد ما تعرفي عنها شيء. زينب ضاعت في الوادي واحنا كلنا ندور عليها، فما عليش من هذه الاتهامات اللي صايره تحاصرنا. موضوع زينب شيء، وموضوع اعجاب نبيله بك شيء ثاني. وانا ايش ذنبي اذا كانت هي معجبه فيني؟ هذه مشكله نبيله ما مشكلتي انا. يعني انت ما معجب بنبيله؟ يا حنان، نبيلة قدامي طول هالسنوات الماضية، ليش يعني رحت أخطبك أنت وما تقدمت لها هي؟ لأنها ما كانت ببالي ولا مرت على بالي أبدا. بس نبيلة معجبة فيك وأنت ما تروح من بالها. هذه مشكلتها هي، ما مشكلتي أنا. أنا مشكلتي مثل ما قلت لك إن البنات معجبات فيني. زينب! زينب! زينب!
لحظة إذا سمحت. أنت إيش قاعد تسوي؟ وأنت إيش يخصك؟ كيف إيش يخصنا الله يهديك؟ هذا بيتي. من متى صار بيتك؟ هذا بيت أخوي أحمد. أها، إذا أنت أخو أحمد. لا حبيبي، البيت هذا صار ملكي أنا خلاص، بموقف أوراق رسمية موجودة عندي. وإذا ما مصدق روح اسأل أخوك أحمد. بس أحمد ليش باع بيته؟ إيش؟ باع بيته؟ ظهر أنت ما عندك خبر بشيء أبداً. أقول لك ارجع مرة ثانية لأخوك وخلي يخبرك عن كل شيء. طيب كم تريد في البيت؟ والله البيت جايين الناس يشوفوا اليوم، وإذا ما اتفقنا سبحان الله لا سمح الله بخبرك بعدين بكم. عن إذنك يا أخو أحمد. تنبض بصدري بدل قلبي الهموم، تسرب عروقي لواهي السموم. تنبض بصدري بدل قلبي الهموم، تسرب عروقي لواهي السموم. عطر ردي يا زينب لنا
تتكتم في داخلي صرخة ألم ضاع دربي والأمل أصبح أهم تتكتم في داخلي صرخة ألم ضاع دربي والأمل أصبح وهم ضيعوني ولا أنا تهت الطريق ودروني لا صديق ولا رفيق ضيعوني ولا أنا تهت الطريق ودروني لا صديق ولا رفيق ودروني لا صديق ولا رفيق يا براتنا يا روح العطر ردي يا زينب لنا نور الفجر لنا نور الفجر الشجون في دروب الليل وحدي والسكون الشقيق بدنيتي دمع الشجون كل شي يسأل يسأل من أكون أصرخ من اللي أنا بليل الجنون أنا بليل الجنون يا براتنا يا روح العطر ردي يا زينب لنا نور الفجر لنا نور الفجر لنا نور